الحكومة تاهي أحزاب فاسدة مليارات ذهب وسلب لا غيرها. أزمة إنسانية وفوضى داخل مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية، المستشفى بلا أكسجين منذ أيام، وفي الوقت نفسه يعج بالمرضى المصابين بفيروس كورونا. الناصرية منكوبة، الناصرية تحت، أكسجين ماكو، ماكو حكومة بالناصرية، حكومة كراسي، الله أكبر عليكم، الناس موتت وأكسجين ماكو. يقول مرافقون لنزلاء في المستشفى إن شح أسطوانات الأكسجين تعود أسبابه إلى أزمات حكومية مفتعلة بدأت منذ تفشي الوباء وفاقمت من معاناة سكان محافظة ذي قار. قال والله فارغة، صعدنا بين دفعناها أخذناها طلعا 25 مضمة روسا وين ودوهم؟ وما طاهر بيبيح نبيع مباشر جو المفخر والشرطة وياهم. أهالي ذي قار اتهموا مدير دائرة صحة المحافظة بالتقصير الواضح في توفير أبسط المستلزمات الخاصة بالحالات الصحية الطارئة، وبدل أن يستجيب المسؤول عن إحدى أهم المؤسسات الصحية لمناشدات ذوي المرضى، هددت عشيرته كل من يتهم المسؤول بالتقصير أو يحاول انتقاده. نستنكر التجاوز الذي حصل على السيد رئيس صحة محافظة ذي قار الدكتور الانتشاري حسين حمداني الجمزاوي وعلى التاجر الطبي، ولدينا الاستعداد عن الدفاع عن كافة التاجر الطبي في محافظة ذي قار. واحتجاجا على استمرار النقص في مادة الأكسجين وعجز السلطات عن توفيره، قدم 5 أطباء استقالتهم من خلية الأزمة وفقا لمصادر في دائرة صحة ذي قار، ما يعكس حجم الأزمة الصحية والإنسانية في المحافظة.